اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي الكرام كابتن مصر النادي الاهلي والمدير الفني لفريق 2001 قطاع الناشئين من النادي الاهلي كابتن محمد شرف. مساء الخير ومنورني يا فندم. مساء النور، مبسوط قوي ان انا مع حضرتك يا شرف يا فندم. ايضا اللاعب الصاعد الواعد مواليد 2001 اللاعب يوسف عثمان. مساء الخير يا كابتن ومنورنا كده في بيتك قناه النادي الاهلي. ازي حضرتك الكابتن، شرف لي اكون معاك. انت فرحت اول ما صلاح جاب جون؟ طبعا. عايزين نقول لحضراتكم ان نجمنا محمد صلاح احرز الهدف الرابع لليفربول، والنتيجه الان بين ليفربول ومانشستر سيتي 4-1 لصالح ليفربول في واحده من المباريات العجيبه. حتى كان مانشستر سيتي متعادل 1-1 ولكن 3 أهداف في 10 دقائق. خلينا افكر حضراتكم ان مباريات اليوم في الدوري الممتاز الجوله ال 18 سموحه كسبت امبي ب4-0، وكان في تعادل من قبله بتروجيت وأدلة داخلية بنتيجة 1-1، وهتستكمل اللقاءات بلقاء الزمالك والإنتاج الحربي. نروح لكابتن محمد شرف. كابتن محمد، مسؤولية كبيرة قوي قطاع الناشئين في النادي الأهلي. انت بس مش بتعلم فنيات، انت بتعلم شخصية، بتصنع أبطال، تصنع قوام للنادي الأهلي في السنوات المقبلة. ازاي تقدر تعمل كده فعلا؟ صحيح طبعا، كلام حضرتك مظبوط جدا. احنا عندنا طبعا قبل ما بتعمل لعيب كوره بتعمل راجل تحمل المسؤوليه، هو ده اللي اتعودنا عليه من واحنا لعيبه، وعاصرناه طبعا مع الاجيال اللي اشتغلت معاهم جيل 91 و93، وشفنا النماذج دي مين بيكمل. يعني جيل 91 موجودين في الفريق الاول دلوقتي، حسين السيد، عمرو جمال، كل اللي اسلام محارب. جيل 93 نفس الكلام، رمضان كان 97 ومتصاعد معانا في 93، احمد حمدي 97، احمد حمدي 98 كمان، احمد ياسر ريان 98. فهو ده اللي انت بتشتغل عليه في النادي الاهلي، تاخد بطوله، ودي حاجه مهمه جدا للناشئ ان هو ياخد بطوله، والاهم منه ان هو يتصاعد للفريق الاول. متهيألي ان كل جيل مش اقل من 2-3 لعيبه موجودين في الفريق الاول. نعم. وهو ده اللي بيشتغل عليه. يعني هو طبعا يعني سيستم النادي الاهلي والمنظومه كلها لازم نشتغل في الاتجاهين، اتجاه ان انت تاخد بطوله، تثقل اللعيب ان هو يطلع متعود على البطوله وهو في الفريق الاول. الحاجه الثانيه طبعا ودي الاهم، ان هو يبقى عنده شخصيه النادي الاهلي، وهي دي اهم. انت ممكن تبقى لعيب كوره كويس لكن شخصيتك ما تمشيش مع طبيعه المكان اللي انت فيه، طبيعه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. يحب اللعيب الملتزم، يحب اللعيب اللي بيقاتل من اول دقيقه لاخر دقيقه، بعيدا عن الفنيات والجماليات واللعيبه المهاريه الكبيره، لكن اللي عمل تاريخ كبير في النادي الاهلي هي النوعيه دي. نعم. بتهيألي اكبر مثل لينا كابتن النادي الاهلي دلوقتي حسام عاشور. نعم. اللي ما فيش محاضره مع اللعيبه اللي ما بتخلاش غير من اصراره مع امكانياته كلاعب كوره. مش انت بالنسبه لك كابتن محمد شايف ان حسام عاشور نموذج لكل الناشئين؟ طبعا طبعا، نموذج عظيم ان انت تحافظ السنين دي كلها راجل اساسي في النادي الاهلي، دي حاجه مش سهله. اجيال عصرته وهو محافظ على مكانه، دي مش من فراغ، ده لو مش متاسس من ناشئين النادي الاهلي ما يطلعش بالثقافه دي كلها. نعم. النادي الاهلي يعني بعتبره ان هو زي مصر كده، بتحتوي اي حد سعودي اماراتي بيجي مصر تحس ان هو في بيته. النادي الاهلي كده، اي لعيب بيجي من بره بيتاقلم جوه النادي الاهلي وتحس ان هو متربي في النادي الاهلي بسبب اللعيبه اللي موجوده القديمه. نعم. دايما بينقلوا خبراتهم والتجارب اللي عاشوها للعيبه الجديده. حب المكان وحب النجاح هو ده اللي بيشغل لعيبه النادي الاهلي. ده اكيد. يوسف، يعني كابتن محمد شرف بيتكلم على حسام عاشور، انت بتلعب في فريق 2001 مركزك ايه؟ ديفندر يعني وسط ارتكاز زي حسام عاشور؟ بالظبط كده. طيب هل انت بتشوف ايه في حسام عاشور عشان يبقى لعيبك او النموذج المفضل بالنسبه لك؟ طبعا كابتن حسام عاشور قدوه ليا، لان كابتن حسام عاشور الروح والعزيمه اللي هو بيلعب بيها والقتال، حضرتك سيبك مثلا من كل الفنيات اللي كابتن حسام عاشور بيعملها، لكن ركز مثلا على الروح بتاعته، ازاي امتى يقطع وامتى ما يقطعش. هو ده كابتن عاشور المميز بالحاجه دي، وهو ده اللي مخليه كابتن فريق لحد دلوقتي. هل انت بتحاول تشوفه بيعمل ايه وتقلدها في الملعب مثلا؟ طبعاً. توقع لحاجه معينه، ازاي بيبقى عنده حل لكل المشاكل الدفاعيه او حتى في بدايه الهجمه؟ طبعا كابتن حسام عاشور وانا بتفرج عليه في الماتش ببقى بفضل مركز معاه، وامتى وافضل مركز معاه في الهجمه، واحنا وكره معانا وكره مش معانا بفضل مركز معاه، مركزه تمركزه فين، واقف ازاي، هيقطع امتى،
قراراته عامله ازاي. بتحب انك تلعب كره وتبني هجمه زيه كده والباس عنده مميز جدا، تحب تعمل نفس الامر ولا بيبقى عندك مشاكل؟ لا اكيد اكيد، ده اساسي اصلا لاي حد بيلعب نص ملعب، انه يبني هجمه ازاي، انه يحضرها ويحضرها صح، وامتى يهاجم وامتى يهدي اللعب وامتى يبدا الهجمه بسرعه. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. طب كابتن محمد، كمدير فني في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بيبقى عندك مهمه اكثر من صعبه الصراحه، ربنا يكون في عونك، انك ازاي تحط الحاجات الفنيه والمعايير الفنيه، لان الاهلي دايما بيلعب مهاجم. طبعا. وفي نفس الوقت احنا كنا اتكلمنا على موضوع الشخصيه، من الناحيه الفنيه ايه ابرز الحاجات اللي تبقى مركز عليها مع لعيبتك؟ بنبص طبعا للفريق الاول، هو ده مقياسنا، ويعتبر دلوقتي احنا لعيبه 16 سنه، قريب جدا من الفريق الاول، يمكن في ثلاثه لعيبه شاركوا في ماتش البلاستيك الودي الاخير كانوا موجودين. دايما مغربي؟ محمد مغربي ده مدافع ومن المدافعين المتميزين جدا، وليه مستقبل كبير ان شاء الله. في احمد اشرف، انا حسيت كده في المغربي ان هو قريب شويه من كابتن هادي خشبه. يعني هو يمكن فنيا وسلوكيا كمان، يعني ما يتخيرش عن الكابتن كابتن هادي باخلاقه وطبعه الهادي جوه الملعب. ده خامه واعده جدا. احمد اشرف كابتن الفريق وهداف الفريق برضو من الخامات، في عربي بدر، هم دول الثلاثه اللي كانوا موجودين، وكان في لعيبه هتطلع كمان، كان في ثلاثه مكملين معاهم، لكن احنا طبعا ظروف الامتحانات اللي احنا الولاد بيواجهوها، فبيبقى اللي قريب في القاهره هو اللي كان ليه الدور. يعني كابتن محمد، انت بتبقى اب ومدرب في نفس الوقت، لان انت ما دام ذكرت الامتحانات، انت بتبقى حابب من اللاعب ان هو يكون مجتهد في دراسته؟ اكيد طبعا. ولا مركز بس في الملعب؟ لا بالعكس، يعني مهم جدا ان يبقى اللعيب متعلم، لان ادراكه بيقدر يوصل له حاجات كتير وبيسهل الامور يعني، وهو دايما اللي بيتطور اللي بيتعلم يعني. حتى المدرب لو ما اتعلمش هتفضل واقف زي ما انت، اللعيب نفس القصه. يمكن انا في المحاضرة الاخيره كده كان يعني كنت بكلم الولاد وكده، انت حلمك ايه؟ عايز توصل ليه؟ عايز تلعب فريق اول، وطبعا كل اللعيبه حلمهم الاحتراف. نعم. طب انت بتقدم ايه عشان تحترف؟ ويمكن صدموني شويه في الرد بتاعهم، لان انا سالت، يمكن يوسف كان واحد منهم، قلت له انت نفسك تلعب فين؟ فقال لي في الدوري الاسباني. فقلت له طب انت ممكن تبقى اللغه هتبقى صعب، قال لي ما انا باخد كورسات اسباني عشان يوصل للحلم اللي عنده. فدي حاجه يوسف لازم ياخد مكافاه على الاجابه دي، يعني دي انت لازم تاخد مكافاه، تاخد مكافاه شخصيه منه. فابتدى طبعا انت عندك حلم، لكن لازم تاخد مقومات الحلم ده كله. التعليم مهم جدا جدا، ويمكن كابتن زيزو كان ليه تجربه معايا شخصيا من 3 سنين وهو مدير قطاع الناشئين، ان احنا اعتذرنا عن بطولات الجمهوريه كابتن فتحي مبروك والكابتن كشري، وكنت انا ماسك ال 98 بسبب ظروف امتحانات ثانويه عامه، والبطوله اتلغت في السنه دي. فالنادي الاهلي طول عمره ورا مصلحه اللعيب قبل ما يكون مصلحه المكان ان احنا ناخد بطوله، لكن مصلحه اللعيب هو ده المهم في الاخر. ودي حاجه مهمه جدا، لان فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن محمد، لما اللعيب يبقى مثقف بيفرق معاه. وكلنا كنا انبهرنا الصراحه من محمد صلاح وهو بيتكلم، وهو ماسك يعني واخد بطوله افضل لاعب في افريقيا، وهو بيتكلم باللغه الانجليزيه بهذه الطلاقه. ده شيء مهم جدا بالنسبه للعيب، وهو ما كانش هيوصل اللي هو فيه لو كان عنده مشكله في اللغه يا كابتن. اكيد طبعا، يعني يمكن احنا في امثله كتير قدامنا، في لعيبه كانوا هايلين جدا فنيا لكن ظروف اللغه اثرت عليهم. هو مش طبيعي ان المدرب كل ما هيبقى عايز يكلمك يجيب لعيب بيتكلم اللغه عشان يشرح لك، في حاجات هتبقى واقفه كتير، لكن محمد صلاح هو بياخد بالاسباب، يعني اسباب نجاحه فعلا هو شخصيه ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابه، لكن هو ذكي. راح ايطاليا ابتدى ياخد كلمات ايطالي ان هو يقدر يتعامل مع الناس، اما راح انجلترا نفس الكلام، وبعدين هو ملوش مشكله، ما سمعناش مشكله ليه، سواء هو في المنتخب، سواء في المقاولين قبل ما يروح، سواء لما احترف في ايطاليا، وانت عارف ايطاليا في عصبيه برضه، في وانك انت تيجي لعيب محترف دي مش حاجه سهله. وفي انجلترا نفس الشيء، انجلترا نفس الكلام، مفيش مشكله مع لعيب، مفيش مشكله مع مدرب، هو مركز في شغله، هو نموذج حقيقه لكل الولاد، وبنضرب بيه امثله كتير لاولادنا ان هو ده، يعني هو ده الهدف اللي انت عايز توصل له، لعيب محترم بيكبر اسم البلد بتاعته، وعلى طول دايما مواقفه مشرفه. ده حقيقي. يوسف، هل الدراسه عامله لك يعني مشاكل او اعاقه في ان انت تكمل لعبك في النادي الاهلي؟ والله وانا من وانا صغير اتعودت ان انا احاول اظبط الكره والدراسه في نفس الوقت، يعني ابقى مثلا من وانا صغير ابقى
مدرسه كل يوم، واطلع بره بره من على التمرين، وخلص تمرين ارجع البيت اشوف مثلا ورايا ايه، اخلص انام اصحى تاني يوم بعيد نفس كل حاجه من وانا صغير لحد دلوقتي. وده اللي مخليني ايه، ده اللي مخليني برضو اعرف اظبط وقتي، فده مخليني اركز اكتر. هل كل انت حاجه بتشارك التنظيم دوت مع العيله ولا انت كل طبعا ده طبعا هو والدي ووالدتي طبعا هم لهم اثر كبير ان انا اعمل كده. يعني انا كنت ممكن زي لعيبه كتير اسيب المدرسه خالص وابقى فاضي للكوره، بس ده مش مضمون. لازم تبقى كويس هنا وكويس هنا، ما فيش حد ما فيش حاجه مضمونه، لازم تبقى كويس هنا وكويس هنا عشان مهما يحصل يبقى قدامك الحاجتين اختياري ان انت اللي تختار. دي حاجه من الحاجات المهمه. بس هل شايف انك تفوقك في المدرسه او تفوقك في الدراسه بينعكس عليك انك بتبقى ملتزم اكتر في التمرين؟ طبعا طبعا، ده حتى في مواقف يعني بتبقى تشغيل دماغك فيها مهم جدا، وده بيبقى ايه بسبب المدرسه، بيبقى بيحصل في المدرسه، فلما بينعكس في الملعب بيبقى ليه اثر كبير جدا، بيبقى مفيد جدا. دي حاجه مهمه جدا فعلا. كابتن محمد، كابتن محمد، دور قطاع الناشئين في النادي الاهلي الاهميه الرئيسيه بتاعته بتتلخص في ايه؟ طبعا نمره واحد انك انت تطلع لعيب للفريق الاول اهم من البطوله، لكن انت شغال في الاتجاهين. نعم. الحقيقه السيستم بتاع النادي الاهلي ما اختلفش، يعني طول عمرنا، يعني يمكن دي السنه العاشره او الحداشر اللي هي في قطاع الناشئين، ما اختلفش، اتغير مديرين قطاع الناشئين لكن السيستم واحد، كل واحد بيجي يجتهد. يعني احنا السنه دي في تطور كبير جدا، عانينا يمكن السنين اللي فاتت من خصوصا ارضيه الملعب، يعني من الحاجات اللي اشتغل عليها. حقيقي كان ارضيه الملعب في مدينه نصر مش على المستوى المطلوب، يعني الكوره ما كانتش بتمشي مستوى. مظبوط. واحنا لعيبه النادي الاهلي دايما بتحب تهاجم، فلو ما فيش ملعب كويس بنلاقي صعوبه في الملعب، بيبقى عائق عليك وهو ملعبك. بالظبط كده. يمكن احنا السنه اللي فاتت يمكن لعيبه كنا بنحب ان احنا نطلع نلعب في ملاعب بره النادي الاهلي بسبب سوء ارضيه الملعب. الحقيقه الدكتور عمرو والكابتن خالد و كابتن اكرام، الناس كلها اللي ماسكه القطاع اشتغلوا على الحاجات فعلا الاساسيه، ارض الملعب، التغذيه بتاعت اللعيبه، ملابس اللعيبه، الحاجات دي كلها كانت بتتعطل لظروف، يعني ظروف تغيير، ظروف شركات يعني، لكن الاساس ان انت اهم حاجه مصلحه اللعيب. نعم. السنه دي كمان الدكتور عمرو دخل موضوع الناحيه الطبيه كمان، ان انت تتابع اللعيبه، انت ممكن يبقى عندك لعيب كويس جدا لكن قال انت مش عارف سببه ايه، قياسات معينه بتوضح لك كل حاجه، وتحاليل كمان تبين ان محتاج ايه. في اولاد كتير كان عندنا الحقيقه في القطاع كان عندهم انيميا، ودي حاجه ممكن نقول عليها عاديه جدا، ما حدش ياخد باله منها. بالظبط كده، يعني هو العلم بس هو اللي ياخد باله. بالظبط. السنه دي ابتدى يخش العلم بشكل كبير جدا في شغلنا، في يمكن اعداد كتير تثقيفيه مع الدكتور عمرو، بيبقى زي محاضرات مع مدربين القطاع كلها، وكلها يعتبر جو دردشه، بنستفيد طبعا من خبرته وخبره الكابتن خالد، والحقيقه قربهم من الولاد وان هو يحفظ اللعيبه بالاسم، دي حاجه بتفرق جدا مع الناشئ. كابتن محمد، التطوير اللي حضرتك شايفه من الناحيه يعني خلينا الناحيه العلميه والعلم لما بيخش في كره القدم، حضرتك شايف اكيد المستوى اللي فيه منتخب اسبانيا والفرق الاسبانيه نفس الشيء بالنسبه لالمانيا، يعني قطاعاتهم في الناشئين بالفرق يعني القوام الرئيسي من اللعيبه الالمان، هل حاسس ان ده يعني بيدعم النادي الاهلي وينقله لنقله اقوى كمان في المستقبل؟ هو يعني طول عمرنا اتعودنا النادي الاهلي سابق بخطوات عن كل اللي حواليه. احنا اللي احنا شغالين بيه او النادي الاهلي شغال بيه كله احدث حاجه في الكوره، يعني انك انت تدخل القياسات البدنيه في بدايه الموسم ونص الموسم ونهايه الموسم، دي مش انت مش باصص تحت رجلك، انت باصص لقدام وبتشتغل على العيوب او النواقص اللي عندك. في ولاد عندك انت بتشتغل عليهم على نتكلم تدريب شويه، ناحيه مهاريه وناحيه خططيه وناحيه بدنيه، بتحاول ان انت توفق الحاجات دي كلها في السن اللي احنا من 14 سنه تبتدي تدخل الخطط دي. هو طالع لك اوريدي من البراعم عنده المهاره، عنده الاساس، الاساس بتاعه مهاره كره تسليم وتسلم والكلام ده كله، تبتدي بعد ما الملعب يبقى 11 يبتدي ياخد الخطط، الجزء الخططي بتاعه، وانت شغال البدني ده من هو صغير لحد ما بيطلع. وبيفرق لان كل سن له طفره، يعني بالظبط كده في ثلاث طفرات. احنا يمكن عندنا مشكله كمان، انت الناشئ
حته الطفره دي ما بتاخدش بالك منها، ولاعيبه كتير بتتظلم في الفتره دي. الفتره دي بيبقى الولد عنده سنه بطء وما عندوش العزم، فممكن مدرب يشوفه يقول لا ده قليل جدا، ممكن يشوف جسمه قليل ويقول لك لا ده مش هينفع، رغم انه ممكن يبقى الحاجات العلميه والحاجات دي هي اللي بتبين لك وتعرفك انت ماشي ازاي. في الاخر انت بتمشي لمصلحه الولد اولا، لان في الاخر اللي بيكمل في النادي الاهلي او بيكمل المنتخب او بيبقى لعيب دوري، وشفنا امثله كتير، اللي بيكمل اللي هو مشي بالنهج المظبوط. في لعيبه كتير بتيجي مواهب من بره، لكن دايما بتلاقي قوام النادي الاهلي من ولاد النادي الاهلي. من الناشئين لحد الفريق الاول، تالي اكبر عدد في الدوري المصري، واعتقد ممكن يكون في افريقيا يا كابتن. مفيش يعني انا يعني ما تيجي تحسب شريف 3 اجوان من قطاع الناشئين، سعد، ايمن اشرف، حسين، يعني انا عايز هتعد كتير جدا. قلب الدفاع مثلا ممكن نستثني محمد نجيب، الباقي كله محمد نجيب بالوقت ده كله تحس ان هو متربي في النادي الاهلي بالظبط كده، نموذج هو اللي بيجي من بره بيخش معاك في نفس المنظومه. تعال شوف الانديه كلها، مفيش نادي ما فيهوش حد من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فانت النادي الاهلي مش بيشتغل بس الحقيقه لمنظومه النادي الاهلي، بيشتغل لمصر. منتخبات هي اكتر ناس مستفيده من شغل النادي الاهلي. ده حقيقه، ده حقيقي. طب يوسف، وانت بتعمل القياسات هل بتحس دي حاجه غريبه ولا ايه فايدتها، ولا بتبقى متحمس ان انت تعمل عشان تشوف الارقام بتاعتك ماشيه ازاي؟ ببقى متحمس عشان بيبقى دايما في منافسه بين زمايلي. نعم. بيبقى دايما مثلا بعد ما نطلع مثلا انا لفيت كام لفه، انت في 8، لا انا عايز ابقى 9. بيبقى في حتى في روح المنافسه بيخلي انا عايز ابقى اكتر منك، فده كمان بيزود كمان القياسات. يعني انتوا كمان بيبقى في دماغك ان انت ده جاب كام، فانا عايز ابقى اقوى، فده بيديك دافع. بالظبط. طب انت لما بتحس امكانياتك كلها وانت في سن صغيره فين، هل بتقدر انك تشتغل مع نفسك؟ غير طبعا شغل الكباتن، المدربين كده بيشتغلوا شغل الفني، ولكن انت مع نفسك ليك دور. هل لما بتبقى عارف ارقامك ايه بيبقى عندك هدف انك فعلا عايز تكسره؟ طبعا. اي لعيب عنده هدف ان هو لازم يوصله. فطبعا انا حاطط هدف قدامي وحاطط طموح كبير، فلازم عشان اوصل للطموح ده في خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه لازم انا ماشي عليه. انا دلوقتي ماشي على طريق لازم افضل ماشي وراه، لو انا بعيد عن الطريق ده مش هكمل. لازم عشان توصل للحلم بتاعك لازم تكمل وتبقى ماشي صح. طب انتوا ماشيين كام في الدوري؟ الاول طبعا. اول طبعا بقى، هو ايه بيقولها كابتن محمد يعني اللي هو ايه، ما تسالنيش في حاجه ثانيه. طب ايه رايك نطلع نشوف تقرير عن فرقتكم ال 2001 ماشيه ازاي؟ ماشي. طيب هنطلع نشوف تقرير عن فرقه ال 2001 في قطاع الناشئين ونرجع ونكمل كده. قطاع الناشئين بالاهلي يمثل الداعم الاكبر للفريق الاول بالنادي والمنتخبات الوطنيه، فهو يضم العديد من المواهب الكروية التي تمثل المستقبل الحقيقي للنادي والمنتخبات، بل يمتد لتدعيم الفرق الأخرى. ويضم القطاع عدة فرق هي مستقبل الكرة المصرية، يتقدمها فريق مواليد 2001 والذي يمثل الجيل الذهبي لما يضمه من لاعبين مميزين، خاصة أنه المرحلة العمرية التي ستمثل مصر في كأس العالم للشباب وأيضا الدورة الأولمبية. فريق الأهلي مواليد 2001 يقدم مستوى متميز هذا الموسم جعله في كوكب آخر بعيدا عن المنافسين، فهو يتربع على قمة دوري الجمهورية بفارق 10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، فلقد حقق 16 فوزا وتعادل في 3 ولم يخسر أي لقاء، وسجل ما يزيد عن 50 هدفا خلال الدوري الأول من البطولة. فهو يضم العديد من المواهب الكروية التي تنبئ بنجوم جدد في الطريق إلى الكرة المصرية، بل إنه يملك الحلول للعديد من المراكز التي تعاني من عجز سواء في الدفاع أو الهجوم في الكرة المصرية، حتى أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام البدري استعان بعدد منهم للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الأهلي، وفي مقدمتهم أحمد أشرف وعربي بدر ومحمد مغربي، والذين نالوا إشادة الجميع وسيكون لهم مستقبل باهر مع الأهلي. فريق مواليد 2001 يشهد له الجميع بأنه يقدم مستوى متميزا ومتنوعا تحت قيادة جهاز فني يقوده المخضرم محمد شرف ومعه إسحاق أول ومصطفى فتحي. جهاز فني على أعلى مستوى لفريق 2001 في النادي الأهلي، وأيضا لعيبة على أعلى مستوى في هذا الفريق. كابتن محمد، أبرز اللعيبة اللي موجودة عندك في قوامة. احنا 26 لعيب موجودين قائمة السنة دي،
في ثلاث حراس، في منهم اثنين طبعا بقى لهم حوالي 6 سنين موجودين في النادي، حراس متميزين جدا، حمزة، وده ان شاء الله بإذن الله قريب هيبقى يعني من خامات الوعد، لان هو جون موهوب. حلوة كلمة جون موهوب، لان الاجوان كذا يعني كذا طريقة، في جون شاسيه اللي هو قوامه حلو، وفي جون موهوب، احنا محتاجين الجون الموهوب ده. يمكن حتى في مداعبة بيني وبين الكابتن اكرامي، ان انا بشبههم دايما بالكابتن اكرامي والكابتن ثابت. نعم. في واحد مهاري وموهوب جدا، والتاني شخصية قوي جدا وثبات، فعاصم كمان عنده الثبات ده، وجالنا جون جديد السنه دي ان شاء الله كمان سنتين هيبقى ياخد بس الشغل مع كابتن مصطفى فتحي، وحظهم طبعا معاهم الكابتن مصطفى فتحي مدرب حراس مرمى من المدربين الواعدين والهايلين بصراحه. لو انت معاك كابتن اسحاق برضه حاجه جميله جدا، اسحاق والدكتور طارق اسمك كمان الناحيه البدنيه مخطط احمال حاجه محترمه، الكابتن محمد راشد اداري، دكتور محمد امام، محمد سيد مدلق. يعني جهاز الحمد لله، يمكن النادي الاهلي دايما بيوفر، ما يبقاش عندك مشكله في اي حاجه، تفرغ للشغل والنتيجه في نهايه الموسم، والنتيجه لعيب، احنا مهم ان احنا عايزين لعيب يطلع الفريق الاول. نعم. يعني اعتقد ان الفرقه يعني جيل 2001 ده يعتبر من الاجيال الذهبيه في الكوره، يعني لان هو عنده منتخب، بطولة افريقيا، بعديها كاس عالم واولمبياد، يعني دي ما بتتكررش كتير، فالسن ده يمكن مظبوط شويه على 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 التصنيف بتاع البطولات. فاتمنى لهم طبعا كل توفيق ليهم في المنتخب ان شاء الله اللي هيكونه. هو مين ابرز العناصر اللي بتنضم لهذا المنتخب عندك في الفريق؟ عندي طبعا مغربي الثلاثه اللي هم طلعوا الفريق، مغربي وعربي واحمد اشرف، في عندي عمر رزق من اللعيبه الموهوبه الحقيقه في الكوره، يمكن احنا بنشبهه بميسي شويه، ده جبناه من بني عبيد ولعيب بيأدي بشكل كويس قوي، اول ما يعني جات له شخصيه النادي الاهلي ابتدى بيأدي ويعتبر من هدافين الفرقه. في شادي رضوان وبرده بيشاركوا مع 99، ده من اللعيبه، ودي برده الميزه ان انا عندي حوالي يمكن يوسف وشادي واحمد اشرف ومغربي، دول من اكاديميه النادي الاهلي. نعم. شادي من فرع المنصوره، مغربي اكتوبر، احمد ويوسف من مدينه نصر القاهره. من مدينه نصر. ومن اللعيبه الاساسيه اللي موجوده ومن اللعيبه الواعده، فالبدايه من الصغر بتفرق كتير جدا. عندي معاذ ربنا يشفيه طبعا كان من اللعيبه المهمه جدا في الفرقه، جاله رباط صليبي في بدايه الموسم. في عبد الوهاب علي ده من الهدافين، في حماده الفيل جبناه برده من اتلتيكو. يعني عندي لعيبه كتير كويسه، محمد اشرف لعيب جديد وداخل معانا، عمر حجاج من اللعيبه المميزه جدا وعنده قلب وروح زي احمد فتحي كده، ومن اللعيبه الرجاله يوسف الزلباني مدافع محترم، في فادي وليد جبناه السنه دي من تنميه سبورت، لعيب اعتقد ان هو لو طلع بره لعب الخماسي هيبقى من امهر اللعيبه، تشوف نيمار او حاجه زي نيمار مع شخصيته. دور بقى الناحيه الفنيه طبعا، يعني هنا عشان تجيب لعيب حريف ومتعود على لعب، يعني انا مش هقول لعب الخماسي، هقول لعب الشوارع، يعني كلنا اتربينا على يعني طريقه لعب، كلمه لعب الشوارع دي اي حد بيلعب كوره عارفها، يعني احنا كلنا اتربينا في لعب الشوارع، يعني ازاي بقى يطور من نفسه ويروح بقى انه يلعب بقى بتكتيك ونظام، لان هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اللعيب ما بيلعبش لعب، بيلعب لعب الفرقة. صحيح. ويمكن كان في مثل قبل يوسف عبد القادر كنا جبناه من الشرطة، تطور يعني من اللعيبة الواعدة جدا، في محمد سلامة لعيب أعتقد إنه خامة، ممكن يكون مهاجم النادي الأهلي في القريب العاجل يعني إن شاء الله بإذن الله. المجموعة كلها مجموعة متميزة، في طه من سموحة وعمر وائل والزلباني من سموحة، في الجزاوي برضه من اللعيبة، يعني يمكن أما تخش في السن ده 16 سنه النادي الاهلي بتتكلم في حوالي 20 لعيب مميزين للفريق الاول. يمكن كان في كذا قعده طبعا مع الدكتور عمرو وكابتن خالد، ان اللعيبه دول فعلا واعدين للفريق الاول، احنا ممكن السنه دي 2 يطلعوا الفريق الاول يتمرنوا عادي ويشاركوا، وانت بتتابعهم كمان غير الملعب، عندك قياساتك وارقامك بالزبط. وبتشوف على مدار الموسم، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. كمان سنتين هتلاقي الولاد اللي انا لسه بتكلم عنهم هياخدوا بس شخصيه النادي الاهلي وكده، فانت بتتكلم في فرقه في النادي الاهلي فيها 20 لعيب كل يعني فيهم واعدين للفريق الاول، ده متهيألي حاجه كبيره وحاجه حاجه كويسه طبعا. دايما هو النادي الاهلي كنز بتاعه الناشئين. اه بالظبط كده، وان شاء الله يكونوا اعز دعم بالنسبه للفريق الاول للنادي الاهلي. يوسف،
انت عندكم منافسه قويه الموسم دوت مع الزمالك، وعندك منافسه مع ام بي، وعندك وادي دجله. كان انتوا متصدرين 51 نقطه، ولكن في منافسه، عندك الزمالك برضو 42 40 ام بي، وادي دجله 37. ازاي بتخشوا في منافسه الدوري كلعيبه بقى؟ طبعا بيبقى كابتن شرف وكابتن اسحاق وطبعا الجهاز الفني كله بيحاول يعدنا ان احنا نبقى جاهزين جدا للدوري، وان احنا كل ماتش ما ينفعش يبقى فيه تعادل، كل ماتش لازم نكسب، مفيش حاجه اسمها تعادل في قاموس بتاع النادي الاهلي، ولما النادي الاهلي بيركب ما ينفعش ينزل تاني، حاجه احنا اتعودنا عليها من واحنا صغيرين، ان ده ما حضرتك طلعت خلاص ما ينفعش تنزل تاني، خلاص بقى ما تفكرش فيه، انت بتقعد تكسب وفي طريق قدامك، بتقعد تكسب كل ماتشة وما تبصش تحتيك، وهتلاقي الفرق كلها بتقع تحتيك. طيب ده بيحفزك لما تسمع الكلام دوت قبل ما تنزل احد اللقاءات او في المحاضره، بيديك احساس ايه وانت يعني جوه الملعب عشان بس الناس تفهم يعني ايه ناشئ نادي الاهلي؟ بيديني دفعه معنويه، وبيخلي الكابتن بيقول لنا كلام، بيخلي عندنا روح كده وعزيمه، اول ما بنخش الماتش عايزين ناكل النجيل. نعم. طب ايه كان الماتشات الصعبه لحد دلوقتي يعني معاكم في الدوري؟ الماتش اللي انت حسيت ان المنافس قوي ولازم نبقى احسن من كده 100 مره. هو الزمالك. الفرقه كانت قويه. الحمد لله احنا خسرنا الماتش ده 1-0. 1-0؟ كان فين؟ كان في السويس. كان في السويس. الماتش ده احنا نقلنا اخباره هنا في قناه النادي الاهلي. طب كابتن شرف، بالنسبه للتفاعل ما بينك وما بين كابتن عمرو بن مجد رئيس القطاع، صراحه من الناس اللي حابه انها زي ما حضرتك ذكرت انه بيدخل الجانب العلمي والجانب التقني جوه الحاله التدريبيه، ودي حاجه من الحاجات اللي انت كده بتواكب العصر، لان في بعض الناس لسه ماشيه على الدفاتر، خلاص موضوع الدفاتر ده انتهى تماما، لسه في بعض الناس يا كابتن معتمد على الفهلوه ومعتمده بس على عينيه، وبرده الكلام ده انتهى دلوقتي، العصر متطور، حتى اللاعب جاي لك متطور، اللاعب جاي لك بيستخدم فيسبوك، بيستخدم الانترنت، ويشوف العالم، ويشوف حافظ فرقه برشلونه، حافظ فرقه ريال مدريد. هل التطور اللي بيحدث داخل قطاع النادي الاهلي هو القاطره اللي هتعبر بالنادي الاهلي ان شاء الله مش بس في الوطن العربي بل العالميه؟ ان شاء الله باذن الله. يعني الفتره اللي فاتت يمكن شغلي مع كابتن علي ماهر في 91 و93 شفت الاجيال دي، شفت رمضان وشفت تريزيجيه، شفت نوعيات لعيبه كتير. الحقيقه جيل 2001 في نوعيات، لان هو فعلا انت قلت حته مهمه جدا، حته التكنولوجيا والثقافه، هم متطورين جدا وقريبين لبعض جدا، يمكن حتى عاملين جروب مع بعض بيبعتوا لبعض كل جديد في الكوره، ومتابعين كل الانديه وكل حاجه جديده بتحصل، هم قريبين جدا. بيلعب بلاي ستيشن طيب؟ لا الحمد لله بلاي ستيشن بنشوفه في الملعب بس. الدكتور عمرو الحقيقه وكابتن خالد قريبين جدا من الفرقه دي الحقيقه، لان يمكن اتعودنا دايما ان انت اللي بيتحدث عنك النتائج، انت ممكن تكون خامه كويسه لكن لازم النتائج بتاعتك تكون اكبر داعم ليك عشان الناس تبص لك. يمكن انا مريت صعدت درجه اولى وانا عندي 17 سنه، وجيت فتره كده كان كابتن ثابت موجود وكان بيكلمني على لعيبه في الفرقه زمايلي، يعني في لعيبه كويسه وممكن يصعدوا وكده، فقال لي انه عملوا الماتش اللي فات كام؟ فقلت له 2-0 السكه الحديد. قال لي ما ينفعش يلعبوا درجه اولى، انت بتقول ان هم لعيبه كويسه لازم يبقى بيكسبوا كل فانت الارقام بتاعتك بتسلط الضوء عليه. الحمد لله واحنا ماشيين نتائج الحمد لله كويسه جدا، فاضل ان لما يجيله فرصه يحاول يستثمرها. اللاعب الناشئ لما يطلع نمره واحد المدير الفني بيبص للاعب الجريء، اللاعب اللي عنده شخصيه، ويمكن ده الناس لازم تسمع الكلام ده، يعني الناس اللي بتلعب وحتى يوسف نفسه لازم يسمع الكلام ده، الكلام ده مهم جدا جدا جدا. اتفضل يا كابتن. مردود البدني بتاعك لازم يبقى اعلى، احنا لو اتكلمنا يعني نبسط الكلام للجمهور شويه، انا عندي يعتبر معلمين في الكوره في اي فرقه في الفريق الاول، فانا محتاج اللاعب الناشئ ان هو يطلع يبقى حيوي، يجري، يبقى عنده شخصيه، يبقى اكتف، يبقى اكتر من كده. هو ده اللي حصل مع تريزيجيه لما طلع الفريق الاول، كان مستر مانويل يقول له دايما اهدى، فانا كنت بقول له ان هو بيقول لك اهدى بس هو من جواه مبسوط، لان عنده ابو تريكه يعني حاجه. نفس الشيء مثلا ممكن نقول نتكلم على محمد هاني بالظبط، برضه عنده حته الجري كتير، الكابتن حسام بيعتمد عليه في اي مكان وبيأدي بنسبه عاليه جدا، راجل مش سرد باك وباك رايت، ولما بيجي يأدي تحس ان هو كل ده هو عنده مخزون محترم من كل المدربين اللي دربوه في قطاع الناشئين. كنت
طلع يعتبر زي ما بنقول في الكوره كده استوى، مش مستني منه حاجه. طب ايه رايك يا كابتن في المشاركه النادي الاهلي بصدد انه هيشارك في بطوله وديه في الامارات فريق 2005، ولكن هيلعب فرق كبيره جدا، الفرق اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها بقى النتيجه كام، مانشستر سيتي وبرشلونه ويوفنتوس وليفربول، انديه كبيره جدا من الوارد انها تشارك في هذه البطوله، وكنا حتى عرضناها للساده المشاهدين ان القعده اللي كانت ما بين ميشيل سالجادو نجم نادي ريال مدريد السابق والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لقطاع الكره بالنادي الاهلي، رايك ايه في مشاركه النادي الاهلي في بطولات بهذا المستوى؟ طبعا هي بطوله وديه، الايجابيات او اكتر من السلبيات، انت خايف من ايه؟ النتيجه تبقى عاليه وايه المشكله؟ انت بتعد لعيبه للمستقبل، انت 2005 ممكن تكسب كمان بالظبط، يعني انت بتتكلم على الحاجه اللي ممكن تحصل سيئه ولا حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، وياما حصل قبل كده. دي بطوله وديه في الاخر، واحنا دايما ما بنبصش يعني بنبص تحت رجلينا قوي، فرقه بتخسر فمدرب وحش، لعيبه وحشه، الكلام ده مش موجود في النادي الاهلي. انت البراعم كل شغلك كمدرب براعم ان انت تعلم مهارات الاساسيه للاعب كره القدم، هو ده اللي مطلوب، هو ده اللي بيحصل في النادي الاهلي. انت متفرج على حاجات يعني دوري البراعم الحمد لله السنه دي بقى مهرجانات وكده، طفل صغير مدرب بيزعق له وناس بتزعق من بره، ده مش جو كوره، احنا عايزين نعلم الاولاد عشان لما يبتدي يطلع بقى في السن بتاع يوسف وبتاع زمايله يبتدي بقى يتكلم على بطوله، هنا ابتدي احطه تحت ضغط البطوله. حاجة ايجابيه جدا ان الولد وهو صغير يسافر ويلعب بطوله وديه، انا عن نفسي سافرت كاس عالم مصغره لعبناها في المغرب خدنا مركز ثالث، كان عندي 10 سنين مع الكابتن مصطفى يونس والكابتن احمد ماهر. ودي فرقت معاك سواء في الناحيه المهاريه والناحيه النفسيه كل طبعا حاجه. طبعا ثقه كمان، وطالع انت لعيب النادي الاهلي بتلاقي باريس سان جيرمان، بتلاقي الوداد، بتلاقي الرجاء، يعني الحاجات دي كلها احتكاك للولاد، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. وبعدين لعيب النادي الاهلي عمره بيطلع في حته هو خايف، انت بتلعب على مكسب. اتعودت من صغرك. واحنا في الفتره دي يعني في المرحله دي يا كابتن مش بعيد عنهم، ده بالعكس احنا في المهارات احنا من المتفوقين، يعني احنا عندنا في الجانب المهاري في الحته المرحله السنيه ديت احنا متفوقين جدا، يمكن بعد بقى الدخول في الاحتراف بيبتدي بقى العوامل بتاثر. لكن عايز اخد راي يوسف، يوسف يعني ايه رايك في ان انت تشارك كنادي اهلي وكلاعب نادي اهلي امام فرق كبيره زي برشلونه وريال مدريد وليفربول؟ طبعا ده هيديني خبره كبيره جدا، انا هشوف الفرقه الثانيه بتبقى بتلعب ازاي وطريقه لعبهم ازاي، وهشوف الفوارق ما بيني وما بين اللي قدامي، هشوف بقى انا هتفوق عليهم ولا اعمل ايه عشان اتفوق عليهم، ده هيساعدني جدا بقى لما ارجع حتى اشتغل عليهم ما اشتغلش على ايه، ده يبقى مهم جدا حتى لو ان انا اشرف حتى اسم النادي الاهلي بره. انت بتشجع مين بره؟ برشلونه. يبقى مين افضل لعيب عندك؟ ميسي. اكيد. مش محتاج. طب ايه رايك في بوسكيتس؟ لا مسمار، هو من غير الاهلي زي من غير برشلونه زي حسام عاشور مش في الاهلي. يعني انت حاسس ان بوسكيتس ده اللي بتبني عليه خطه برشلونه كلها؟ بالظبط. ليه؟ هو اللي بيبني الهجمه، هو اللي بيقطع كل الهجمات يعتبر، هو الاكتر واحد بيبقى باصاته كلها صح، هو اللي بيبني الهجمه من ورا لقدام، بينقل الفريق من ورا لقدام. طيب انت قدامك قد ايه عشان تحس ان انت في نفس المشوار اللي فيه كابتن حسام عاشور؟ عايزين بقى نتكلم من الجماهير، انت دلوقتي الناس كلها شايفاك وخلاص كله متوسم، واحنا الصراحه هنا وكابتن محمد شرف اتكلم عنك كويس واحنا كلنا بنتكلم عنك كويس، كان جمهور النادي الاهلي عايز يسمع منك انت ان شاء الله رامي لنفسك او راسم لنفسك طريق ازاي؟ انا طبعا حاطط هدف قدامي، الاول اطلع الفيرست تيم واثبت نفسي هناك، ده اول هدف، بعدها بقى الاحتراف، ان اروح بقى فريق كبير ابدا من صغير وابدا اكبر مره واحده واحده. طبعا منتخب مصر ده هدف، طبعا اللعب في كاس العالم ده من اهم الاهداف اللي عندي في حياتي. انت عايز تخش المنتخب؟ اكيد. طيب عشان تخش المنتخب محتاج تعمل ايه مع النادي؟ ابقى ثابت وجودي في النادي وابقى من احسن اللعيبه اللي موجوده في الفريق وابقى مؤثر جدا. طب ايه اللحظات الصعبه اللي كانت بتقابلك وانت في النادي الاهلي وحسيت ان الموضوع ده صعب جدا وكان لازم تتغلب عليه؟ ممكن لما كنت في المدرسه واطلع بره على النادي، كان في ارهاق جامد جدا عليا، بس الحمد لله عرفت اتغلب عليه، خلاص اتعودت ان انا صغير عندي 6 سنين كل يوم بطلع بره المدرسه، خلاص بقى ده نظام حياتي وبقى ده اللي ماشي عليه دايما. واتكلمت مع والدك ووالدتك ان هم ينظموا لك حياتك ولا انت نظمتها لوحدك؟ لا طبعا نظمناها مع بعض، انا من غيرهم ولا حاجه. يعني اقنعتهم ازاي انك تبقى لعيب كوره؟ والله هو انا خالي في الكويت ومستشار،
هو اللي ساعدني انا وهو والدتي ان احنا نبدا في مشوار الكوره ده من وانا صغير. فروحت الاكاديميه وبدات اول ما الفريق اتعمل، رحت كملت الفريق، بقيت من تاني كابتن فريق دلوقتي. فبابايا بقى هو ليه علاقه بالمدرسه، هو قال لي اتفقنا ايه ان انا يبقى ليه علاقه ايه، نبقى نص مدرسه ونص كوره، وان شاء الله يعني انا طبعا حلمي ان انا اكمل في الكوره، ما حصلش نصيب المدرسه موجوده. كابتن محمد، تنظيم الوقت مع ولي الامور، هل بتتواصل معاهم بشكل الحياه الشخصيه بالنسبه للعيبه؟ اكيد طبعا، احنا كلنا في هدفنا واحد، يعني انا والعائله، كل العائلات طبعا. اولا بشكرهم جدا على، بعيد عن الكوره، على حسن تربيتهم لاولادهم، تعامل مع رجاله الحقيقه. ويمكن يوسف تحديدا عنده مشكله ان اخواته كلهم دكاتره، هو يعتبر الفاشل اللي موجود دلوقتي في بيلعب كوره لكن والده الحقيقه يعني قدر يوصل له يعني ايه لعيب كوره. هو برضه انت بتبقى في المجال شايف المجال بتاعك بس، لكن هو مع يوسف، هو ده اللي بتمنى ان اولياء الامور كلهم يبقى عندهم الحته دي. شوف ابنك بيحلم بايه وعايز يوصل لايه وخليك في ظهره، سواء بقى هيطلع دكتور سواء هيطلع لعيب كوره، هو حلمه ايه وخليك في ظهره، بنصحه. لكن في الاخر هو عنده موهبه وعنده حلم عايز يوصل له. يوسف احنا اتفقنا طبعا، وحتى اللعيبه كلها، واللي بينجح في الكوره بينجح في الدراسه. ويمكن احنا بناخد حاجات كده زمان كنا بنسمعها، العقل السليم في الجسم السليم، والكلام اللي كنا بنضحك بيه في المدرسه ده فعلا حقيقي. تحصيل لعيب الكوره او الرياضي غير الانسان اللي بيمارس الرياضه، بديهم اجازه يومين او ثلاثه عشان الامتحانات وكده، بيبقى استيعابهم وتركيزهم عن واحد بيقعد 10 ساعات. يوسف لما بيرجع ممكن وزمايله كلهم بيذاكر ساعه، الساعه دي باربع ساعات واحد قاعد في البيت ما بيعملش حاجه. الحقيقه اولياء الامور كلهم يعني اي مشكله، ويمكن هم اي حاجه عايزينهم من الاولاد بيطلبوها مننا، لان عارفين تاثير المدرب ايه. انت اللي ماسك الريموت وعارفين يعني الريموت ان هو يلعب، فهو عايز يلعب فانت اللي ماسك الريموت. ويمكن انا مريت بيها يعني، انا فعلا المدربين كلهم اللي دربوني، كابتن مصطفى يونس، الكابتن محسن صالح وكده، كلمته لحد دلوقتي في ودني، كابتن انور سلامه، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كلهم. المدرب ليه سحر مع اللعيب، اي حاجه بيقولها هو مصدقه، لان هو شايفك انك بتقول له على حاجه بينفذها، فبيتميز فبقى مصدقك في كل حاجه، سواء بيتكلموا في الكوره. وطبعا احنا بناخد بقى الجانب الديني طبعا، وبنحاول ان احنا نتكلم معاهم في الحاجات دي، تصلوا مع بعض طبعا طبعا. الكلام ده مهم جدا يعني الحاجات دي. ويمكن بيبقى في كابتن اسحاق بديله برضه فتره ان هو يتكلم لو في حاجه في الدين هم مش فاهمينها، هم طبعا في سن رجوله وشباب، في حاجات كتير بعيده عنهم، احنا اكتر ناس نوصل لهم الحاجه دي. يمكن كان ماتش يا يوسف عملنا محاضره في الفندق، هو كان قاعده كلها عن الدين. كان يعني كان متهيألي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الخميس كان عندنا ماتش الجمعه، وخدنا اليوم كله، كل واحد بيتمنى يعني الرسول لو قدامك صلى الله عليه وسلم هتقول له ايه؟ هتقول له ربنا اداك نعمه كره القدم وموهبه هتديها يعني استفدت بيها، اثرت زي ما احنا بنشوف لعيبه كتير بنفتخر بيهم مؤثرين وليهم كلمتهم. فالحقيقه يمكن من احنا دايما بنحب نتكلم في الكوره، بس تحديدا القعده دي كان عندنا ماتش بتروجيت متهيألي، كان يعني كل القعدات اللي قعدناها قعدنا ساعتين ما حسيناش بالوقت، كله الكلام كان عن مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد وصل له ايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي حاجات احنا في الاخر عشان نطلع واحد صح. راجل هو ده صح، وادبا وخلقا، وايضا من الناحيه الفنيه. يوسف انبسطت ان الاهلي كسب السوبر؟ اكيد، وحلمي طبعا ان انا ابقى اشارك في بطوله زي دي، وان اكسب الاهلي دايما بطولات. مين اكتر لعيب غير حسام عاشور بيعجبك دلوقتي؟ احمد فتحي، احمد فتحي الرجوله والاصرار العظيم. نعم، وانت بتختار اللعيبه اللي يعني اللي فعلا عندهم الحته يعني القتال والكفاح حاجه قويه يعني، دول عايز تقابلهم. والله يعني ابو الكباتن الكابتن محمد وكابتن يوسف، خلاص بقيت كابتن دلوقتي يعني، كان لقاء جميل، وصراحه استمتعت بوجودكم، وشرف ليا وجودكم معايا، وامل النادي الاهلي حضرتك بالاداء الفني، ويوسف بالاداء يعني اداء اللاعب داخل الملعب. يعني في ختام الفقره ديت كابتن محمد شرف، بشكرك شكرا جزيلا، وشرفتني ونورتني يا كابتن. شكرا محمد، سعيد بحضرتك جدا. وايضا كابتن يوسف عثمان، خلاص لازم نعوده بقى نتقال له كابتن، نورتني وشرفتني، واشوفك تاني باذن الله. شكرا لك.
لسه مستمرين مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل استقبل نجم من النجوم الهدافين التاريخي للنادي الاهلي احمد بلال الشهير باحمد جوال. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديد.